السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي ندير الداتا اللي موجودة تحت اي ليست في الداينامو. طبعا احنا كنا اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نعمل امبورت واكسبورت للداتا اللي موجودة جوه الداينامو، وبعد ما عملنا امبورت للداتا اللي موجودة جوه الاكسل ظهر عندنا اكتر من ليست. طيب انا دلوقتي عندي اكسل، الاكسل ده فيه تو كولوم، اول كولوم موجود فيه مجموعة من الليترز وتاني كولوم موجود فيه رقم. انا دلوقتي لما عملت ريد للداتا اللي موجوده جوه الاكسل سموها عندي تحت اتنين ليست، اول ليست فيها النيم وطبعا بعد كده الليترز وبعد كده عندي النمبر وتحتها على طول الارقام الموجوده في الكولوم ده. طيب افرض دلوقتي بقى ان انا عاوز امسك ليست من الاتنين دولت وابتدي ان انا اشتغل بيها، وليكن مثلا تاني كولوم موجود في الاكسل اللي هو الكولوم بتاع النمبر، او اللي هي تاني ليست ظهرت عندي في الريزلت. لو فاكرين قبل كده قلنا ان في حاجه اسمها اندكس، والاندكس ده هو الرقم اللي بيبقى موجود جنب اي اليمنت في النود. على سبيل المثال مثلا كلمة نمبر دي جنبها رقم، الرقم ده هو الاندكس بتاعها اللي هو 0. الليست رقم 2 الاندكس بتاعها هو 1، فانا هستخدم الاندكس ده عشان اجيب الفاليو اللي انا محتاجها دي، او اعمل اكستراكت للليستة دي. فهنكتب get item at index، هدخل الداتا على الليست، وطبعا هنيجي في الاندكس نحدد احنا محتاجين انهي ليست فيهم. لو انا محتاج الليست الاولى هدخل الاندكس بتاع اول ليست اللي هو الزيرو، هنزل نمبر وهسيبه طبعا على الديفولت اللي هو الزيرو وادخله على طول على النود. هتلاحظ ان النود عملت لك اكستراكت لاول ليست، لو انا خليتها واحد هتعمل اكستراكت لتاني ليست. طيب ده كده لو احنا بنجيب كل الاليمنت تحت ليست معينه. افرض ان انا عاوز اجيب اندكس معين من كل ليست موجوده عندي، وليكن مثلا انا عاوز اجيب الاندكس رقم 0 من اول ليست مع الاندكس رقم 0 من تاني ليست. هعمل كده ازاي؟ هعمل كده عن طريق حاجه اسمها ليست ات ليفل. الليست ات ليفل دي دلوقتي لو احنا هناخد بالنا من اول ليست موجوده عند حاجه اسمها ات ليفل 3، الليست رقم 0 والليست رقم 1 موجوده عند حاجه اسمها ليست ات ليفل 2، وبعد كده عندنا الاليمنت كلها ات ليفل 1. فانا لو رحت هنا على النود الثانيه ورحت عند الليست ودوست على السهم ده هتلاحظ ان في حاجه اسمها يوز ليفلز، هدوس عليها. مجرد ما تدوس عليها هتلاقي ان الديفولت فاليو نزلت ات ليفل 2. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان النود دي بقت شايفه ليفل 2 كله، وهتروح تاخد الاندكس من كل اندكس موجود عندها. يعني انت عندك هنا اندكس 0، هتروح لاندكس 0 وتاخد الاندكس رقم 1 في الليست الاولى، وبعد كده هتروح عند تاني ليست عندك وتاخد الاندكس رقم 1 من تاني ليست، وهكذا. فهتلاقي ان هي اخدت من اول ليست الاندكس رقم 1 اللي هو حرف الاي، ومن تاني ليست الاندكس رقم 1 اللي هو رقم 15. طب لو نخليه كده 3 هتلاحظ ان هي اخدت السي مع 17. ولو انا عايز ارجع تاني الليست جت ايتم ات اندكس من غير ات ليفل، هدوس على السهم واشيل اليوز ليفل، كده تاني هرجعها على الواحد. طيب كده انا عرفت ازاي ممكن اعمل اكستراكت لليست او اكستراكت لكذا اليمنت موجودين تحت كذا ليست. افرض بقى ان انا عايز اعمل حاجه مختلفه تماما، انا عاوز مثلا اعمل اكستراكت لكل اندكس كلهم بقى مع بعض كده تحت ليست واحده. انا عاوز اخد النيم مع النمبر والاي مع ال15 والبي مع ال16 والسي مع ال17، كان بدل ما بقرا كولومز جوه الاكسل، بدل ما انا بقرا كده انا عاوز اقرا برو بصف. هعمل كده ازاي؟ هعمل كده عن طريق حاجه اسمها ليست ترانسبوز. كليك يمين هكتب تران، الاقي ايه ترانسبوز، هاخد الليست وادخلها على الليست ترانسبوز. هنلاحظ ان الليست ترانسبوز عملت ايه؟ خدت اول اندكس من اول ليست مع اول اندكس من تاني ليست، بعد كده تاني اندكس من اول ليست مع تاني اندكس من تاني ليست، وعملت لك ليست بالاليمنت دي. يبقى دي الطريقتين ان انا ممكن اتعامل بيهم مع اي ليست موجوده عندي في الداينامو. طبعا في نودز تانيه كتير في الليست ماب وفي الجيت فيرست ايتم، لكن دولت اكتر اتنين نود انا بستخدمهم بصراحه. لكن طبعا في الاول وفي الاخر الموضوع بيعتمد اكتر على انت عايز تستخدم الليست في ايه، فانت ممكن في الاخر تروح للحاجات التانيه اللي انا قلت عليها دي. ده كان بالنسبة للمانج ليست، أتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.